ينضم الينا على الهواء زميلي العزيز كريم. قبل ما نخش عليه كريم، انا معجب بشغلك اعجاب غير طبيعي، انا بكلمك بجد، ومقدر الطحنه اللي انت فيها تقدير مذهل. كريم بيبرس، موفد التلفزيون المصري من الممشى السياحي بشرم الشيخ. وحلو قوي الجاكيت ده كريم، حلو مع شرم كمان. يعني يوسف شكرا ليك جدا طبعا على الكلام اللي انت بتقوله ده. الحقيقه ده مجهود جماعي والله من القناه الاولى كلها، المجهود هنا على ارض الواقع. الناس الحقيقه بتشتغل من الصبح بدري جدا لحد دلوقتي متواصل في محاولات دايما ان هم ينقلوا صوره مشرفه حقيقي عن اللي بيحصل هنا في مدينه شرم الشيخ. الحقيقه مدينه شرم الشيخ، عارف يا يوسف، احنا متعودين دايما بنسمع عنها ان هي جميله وان هي مدينه السلام وان هي اكتر مكان لو واحد انت تتفسح فيه تروح مدينه شرم الشيخ. لكن اللي شاف مدينه شرم الشيخ قبل كده واللي يشوفها دلوقتي هيحس بقد ايه المدينه اتغيرت. الحقيقه ان المدينه اتغيرت مش بس من فعاليات المؤتمر جوه، لكن حقيقي شكل المدينه من بره، الممشى السياحي اللي اتعمل جديد، الطرق، التحول الاخضر والزراعه الخضراء اللي في كل حته، حقيقي الشكل اختلف تماما. ويمكن احنا متعودين دايما هنا يعني في الشارع المصري ان احنا بنسمع من بعض ونقول ما احنا بنسمع الكلام كتير لكن ما بنشوفوش بعينينا. الحقيقه ان احنا مش بس شفناه بعينينا، كمان نظرة الوفود الأجنبية لمدينة شرم الشيخ اختلفت تماما. أنا الحقيقة أن أنا أحب دايما أن احنا ننزل نتكلم مع الناس عشان نقدر يعني برنامج التساعة أن هو ينقل الصورة حقيقي من الناس. اتكلمت مع الوفود الاجنبيه اللي كانت موجوده وسالتهم هل انتوا يعني كنتوا بتيجوا مصر قبل كده، جيتوا شرم الشيخ قبل كده، ايه الفرق بين اللي انتوا قبل كده شفتوه واللي بتشوفوه دلوقتي؟ وحقيقي ده كان ردهم عليا انه مدينه شرم الشيخ طول عمرها جميله، بيجوا مخصوص عشان البحر والشعب المرجانيه، ولكن المدينه دلوقتي من وجهه نظرهم اختلفت تماما، تغيرت تماما، الممشى السياحي اختلف تماما من وجهه نظرهم، المنظر حسب برضه حقيقي انا بنقل عن لسانهم انه الصوره العاديه الهويه البصرية اختلفت بقى شكلها أحلى كتير. وحقيقي أنه في واحد قال أنه اختلفت أكتر من 180 درجة، فعلا اختلفت تماما. وده أنت بتسمعه من الأجانب كمان، من الوفود الأجنبي بيبقى ليها طابع ووقع خاص كده في نفسك كمان الحقيقة كمصري يعني بشكل عام. ده بالنسبة للعام يعني مدينة شرم الشيخ. لو اتكلمنا اكتر على الجرين زون، يعني احنا كنا بنشوف انه البلو زون هي المنطقه اللي كان فيها الفعاليات الرئيسيه لمؤتمر المناخ، لكن كمان الجرين زون هي فعاليات مهمه جدا جدا جدا. الجرين زون كلها بشكل عام كل الحاجات اللي جواها معموله مع حاجات بحاجات صديقه للبيئه، حتى الاشكال اللي معموله جوه كلها معموله بحاجات تم اعاده تدويرها بالفعل، بدل ما الحاجات البلاستيك بتدفن وتعمل انبعاثات كربونيه بتاثر بشكل مباشر على المناخ وكمان على الانسان. الحقيقه ان هم قرروا ان هم يعملوا اعاده تدوير للحاجات دي وبقى ليها اشكال مختلفه وجميله جدا جدا في الجرين زون. الجرين زون كمان جوه بيتم التعامل جواها بحاجات يعني صديقه للبيئه. يمكن سمت المؤتمر المره دي كوب 27 في مصر هو الامبلمنتيشن، التنفيذ الفعلي على ارض الواقع. يعني كل القاده اتكلموا، يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان كان بيتكلم، وكل الخبراء كانوا بيتكلموا على فكره النقاشات وعن فكره الخطط اللي بيتم الاتفاق عليها في المؤتمرات اللي قبل كده. ويمكن جلاسكو وباريس ليهم اتفاقيات مختلفه علشان يتم التطبيق الفعلي للتعامل مع التغيرات المناخيه، ولكن التطبيق بقى هو ده اللي ما كانش بيحصل. عشان كده سمة المؤتمر هي التطبيق، والجرين زون كانت خير دليل وخير مثال على التطبيق الفعلي. كل حاجة جوه صديقة للبيئة، حتى التنقل داخل الجرين زون كان بحاجات صديقة للبيئة. يعني في العجلة الكهربائية موجودة، في السكوتر الكهربائي ممكن تخش تتمشى تستخدم ده أو تستخدم ده، كل الطرق اللي انت تقدر تتعامل بيها داخل الجرين زون صديقة للبيئة موجودة. حتى الحاجات الصغيرة اللوجستية، يعني مثلا حتى الكوبايات الموجودة ما بقتش كوبايات بلاستيك، هي كوبايات كرتون، يعني عشان برضو حتى ما تبقاش مؤذية للبيئة. حتى أزايز المية هي أزايز برضو كرتون. حتى يعني سلة المهملات اللي موجودة مقسمة جوه، جزء خاص للكان، جزء للورق، جزء للحاجات العضوية، كل حاجة متقسمة بطريقة صديقة للبيئة. عشان هم طبعا التوجه الأكبر أن مدينة شرم الشيخ تتحول لأول مدينة خضراء بشكل كامل أو بشكل عام دي هنا داخل الجرين زون. كمان بجانب الجرين زون الحقيقة البلو زون بقى، المنطقة الزرقاء والفعاليات اللي كانت بتحصل النهاردة
عايز اقول لك يوسف ان جزء مهم جدا من قبل بدايه مؤتمر المناخ هي فكره الشباب والتعامل مع الشباب واخذ افكار الشباب ومحاوله ان هي تطبيقها او توصلها لصناع القرار عشان يتم تطبيقها بالفعل، لانه حسب ما دايما بنتكلم انه المستقبل هو ملك للشباب. الحقيقه كان في فعاليات كتير النهارده خاصه بالانوفيشن والابتكار للشباب عشان يقدروا يعرضوا افكارهم ويخرجوا بحلول يتم توصيلها لصناع القرار. كان في كمان نقطه مهمه جدا جدا، منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم طبعا هو اكتر حاجة ممثلة عن الشباب، كان ليه النهاردة في المسرح الروماني في الجرين زون قرروا ان هم يعملوا فعاليات مختلفة عشان يعرفوا الناس برحلة منتدى الشباب من ساعة ما ابتدت والمبادرات المختلفة اللي خرجت من منتديات شباب العالم قبل كده. مش بس كده، لا هم قرروا انه بقى ليهم سفراء عشان يقدروا يوعوا الناس بالتغيرات المناخية والتحديات اللي بتواجه الحقيقة الناس في التعامل مع التغيرات المناخية. ومش بس كده، كمان عرض الحلول، وكمان كان في أسئلة كتيرة جدا من الشباب النهاردة عن فكرة ايه الطرق واللي نقدر الشباب ان هم يشاركوا بيها. هل هي فكره بس افكار وعرضها؟ ايه هي الطرق الحقيقيه؟ طبعا كان في افكار كتير من فكره السوشيال ميديا، من فكره الانترنت والعرض على الانترنت، لكن كمان على فكره مش مجرد الفكره، ازاي نقدر نوصل لتمويل الافكار دي. وده جزء مهم جدا الحقيقه، لانه ايام المؤتمر كل يوم ليه سمه خاصه بيه، في يوم للعلوم، في يوم للابتكارات، ولكن في يوم كمان للتمويل. عشان كده الشباب النهارده كانت بتتكلم على فكره التمويل. هل بعد ما نطلع الافكار دي هيبقى في التمويل المناسب اللي يساعدها؟ وهنا دايما النقطه اللي كانوا بيتكلموا عليها خلال الفتره اللي فاتت، مدى تاثر البلاد الناميه بالتغيرات المناخيه، وايه هي التمويلات اللي هي محتاجاها عشان تتعامل مع التحديات المناخيه الجديده، وكمان ازاي ان هم يقدروا يعوضوا عن الخسائر بالفعل اللي هي حصلت لهم، سواء خسائر خاصه بالارواح البشريه او حتى الخسائر بشكل عام في الزراعات، في الطرق، في اكتر من ملفات كتيره جدا اتاثرت بسبب التغيرات المناخيه. كان في جلاسكو مثلا الاتفاق الخاص ب 100 مليار دولار مفروض ان الدول المتقدمه ان هي تدفعها او ان هي تمول بيها المشاريع او تعوض بيها الدول اللي اتاثرت بشكل مباشر من التغيرات المناخيه، ولكن برضو كل ده ما زال كان نقاش فقط وافكار ولم تطبق على ارض الواقع. عشان كده كان النقاش كمان عن ازاي نقدر نطبق وازاي ان احنا نقدر الدول تتكاتف عشان تطبق ده بشكل فعلي، منها ال 100 مليار دولار، او حتى ان هي دعم كمان الشركات الصغيره والشركات الناشئه ان هم يطلعوا بافكار جديده، وان هم حتى لو بتمويل بسيط جدا يقدروا يبتدوا يشتغلوا على الافكار اللي بتنفذ ببساطه على ارض الواقع. ده كمان جزء خاص بمنتدى شباب العالم. كمان الحقيقه انه المؤتمر فيه جزء مهم جدا، هو جزء الصحة والتعامل والحفاظ على صحة الوفود اللي موجودة سواء كانت مصرية أو وفود أجنبية، ولكن في خطة كاملة معمولة الحقيقة فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الصحي. في مركز إسعاف إقليمي تم إنشاؤه جديدا هنا في مدينة شرم الشيخ، في سيارات متنقلة في كل حتة، في نقاط إسعاف أولية موجودة في كل مكان سواء في البلو زون المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء الجرين زون، نقاط إسعاف موجودة أولية دايما للتعامل مع أي طارئ حسب يعني بعد الشر إن هو ممكن يحصل. كمان فيك يعني الحقيقة إنه تحول مستشفى شرم الشيخ الدولي لأول مستشفى خضراء هنا في مصر، وده عن طريق إن هي استخدام المستلزمات الطبية وغير الطبية إن هي تكون برضو صديقة للبيئة. لكن كمان في إضافة خاصة وفريدة من نوعها وهي استخدام الروبوتات، شفناها قبل كده في منتدى شباب العالم، لكن كمان في روبوتات خاصة بتلف فعلا داخل الجرين زون، في روبوتات موجودة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي. الروبوتات دي إن هي بتقوم بمهمة التمريض بشكل عام ولكن عن طريقة آلية، ودي برضو جزء مهم جدا وهو التحول للطاقة الجديدة ومنها طاقة الكهرباء، وده برضو كمان صديق للبيئة. في احتفاليات كمان بتقوم بشكل يعني دوري في مدينة شرم الشيخ سواء في الجرين زون أو في الممشى السياحي، ده طبعا الاحتفالية بمناسبة كاب 27 وكمان بمناسبة بشكل عام تجديد مدينة شرم الشيخ. خليني أقول لك أنه كمان يا يوسف الحقيقة أنه الهدف مش بس التغيرات المناخية والتعامل معها، ولكن مدينة شرم الشيخ مدينة سياحية في حد ذاتها، فطبيعي أنه الناس متخيلة أنه المؤتمر في حد ذاته هيعود بشكل كبير جدا بعائد إيجابي يعني أنه السياحة تنتعش أكتر كمان من اللي هي موجودة عليه في مدينة شرم الشيخ.
وده شفته الحقيقه على ارض الواقع. نزلت تجولت في شوارع مدينه شرم الشيخ وشفت فعلا الوفود الاجنبيه بداوا ان هم يتحركوا في احياء كتير جدا داخل مدينه شرم الشيخ. راحوا الممشى خليج نعمه، راحوا السوق القديم، راحوا حتى الاحياء الطبيعيه الخاصه بالمواطنين هنا زي حي النور، وابتدوا ان هم يتعاملوا مع الناس ويبقى فيه الحقيقه يعني تجاره بشكل او باخر. فاذا هو الموضوع متكامل بشكل او باخر حقيقي، سواء سياحيا او حتى يعني فيما يتعلق بالتحديات والتغيرات المناخيه هنا في مدينه شرم الشيخ. والان برجع لك تاني يا يوسف. كريم يعني انا فعلا مش هزار، قاعد حتى تلاحظ ان انا قاعد ساكت صامت وعمال بتابع كده، يعني حقيقي انا معجب جدا بالكلام بتاعك، مش بس وبطريقه شغلك وبملخصاتك والجهد اللي مبذول. عايز اشكرك جدا 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 يا كريم. طبعا انت لسه هلكان معانا ايام، انت طبعا هو بقيت زملائي وزملائنا انا وانت الاعزاء اللي موجودين هناك على اختلاف انواع المهام اللي بيقوموا بيها. شدوا حيلكم، يعني انتوا مشرفينا ومشرفين التلفزيون المصري والقناه الاولى، ويا بختي في التاسعه بانه حضراتكم زملائي وتراسلوني على الهواء مباشره. اشكرك جدا 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 زميلي العزيز كريم بيبرس من الممشى السياحي شرم الشيخ جمهوريه مصر العربيه.